اخواني واخواتي طلبه مملكه البحرين، احب اليوم اني اهني وبارك لكل طالب وطالبه جدوا واجتهدوا واصروا على مواصله تعليمهم وثابروا خلال هذه الفتره الاستثنائيه واثبتوا ان ما في شيء مستحيل مهما كانت الظروف. وهذا العشم وهذه سمات البحرين. شرف لي بان اشارككم اليوم انجازاتكم بعد سنوات من الدراسه والمثابره من خلال الفصول المركزيه الافتراضيه وغيرها من الوسائل التعليميه غير التقليدية اللي أقرتها مملكة البحرين ونفذتها وزارة التربية والتعليم مشكورة. نمر اليوم تحديات فريدة في تحولات في الحياة العلمية والعملية، وهذا التخرج بالذات اللي عن بعد هو بديل في الوقت الراهن عن حفل التخرج التقليدي اللي نطرتوه طول عمركم تقريبا. ولكن اليوم كل المجهود والعمل والالتزام وخصوصا في الظروف الحالية أثبتوا أنكم قد هذا الاختبار وما انقطعتوا عن الدراسة والتزمتوا بتأدية المطلوب، وهذا يدل على أصراركم وعزيمتكم واستحقيتوا التخرج بكل جدارة. هذه اللحظات نهاية لرحلة كانت مليئة بالتحديات والإنجازات وبداية لرحلة جديدة وخطوة انتقالية مهمة لتحقيق طموحكم، وهذه الانطلاقة لاتخاذ قراركم بما يناسب مهاراتكم لانضمام مستقبلا لفريق البحرين إن شاء الله، وتكونون نموذج للشباب البحريني الطموح وسعيكم المستمر للإنجاز. شخصيا مع كل نهاية أجتازة أبدأ العمل بكل جد واجتهاد لخوض السباق التالي، فسباقي دائما هو تحدي لنفسي أولا، وكل مرحلة من الإنجازات اللي أقوم بها بتحقيقها تساعدني في تحقيق الإنجاز التالي. المهم ألف ألف مبروك لكم النجاح والتخرج، ومبروك لكل أب وأم ولكل ولي أمر كانوا خير معين لكم وكانوا الدافع والمحفز لكم على استمراركم، وكل الشكر والتقدير لجميع العاملين في الميدان التعليمي على كل ما بذلوه من جهد وعمل متواصل، والله يوفق الجميع إن شاء الله. دام احنا تحت راية سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الله يطول بعمره ويحفظه، أمورنا إن شاء الله أنها تكون بخير، وأنتوا هذا إن شاء الله العام عام سعيد، وأنتوا من ضمن عام فريد من نوعه، وانتم ان شاء الله انكم تكونون فريدين من نوعكم. الله يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.